في طبعا كان في اعتراضات كتير على المسرحيه لهالسبب راح فيها وجدي معوض لبرا. توضح لا مش المسرحيه ابدا راح تركب الزمن على وجدي على وجدي شخصي على وجدي كشخص مطبع الذي يروج ويطبع لكيان الاحتلال. اسمحوا لي اسمع فادي لو سمحت. فادي تفضل كلنا سمع وتحيه لك. شكرا. اول شيء تحيه للكل لانور ولكل الشباب واللي معي. أنا لست هنا أبداً للدفاع عن وجدي معوض. نعم. أنا ما إلي علاقة بالموضوع. وجدي معوض القانون اللبناني مثل ما قال أنور هني رفعوا دعوة على المحكمة العسكرية وعلى المحكمة العسكرية اتحاكم وجدي إذا كان عامل جرم. القضية هيدا بمال. أنا بالنسبة لإلي وجدي معوض فتح عرض علي نص موجود هذا النص. أنا لقيته نص جميل وحلو بيستوفي كل الشروط الفنية وإلى ما هنالك وبدين الحرب الأهلية اللبنانية بذاكرة الطفل كان عايش هون. نعم. خليني أقول شيء بس. أولاً أنا من يعني اللي عم بيقوله أنور في جزء منه صحيح. أولاً بس اسمح لي بس نقطة. اسمح لي بس نقطة. اسمح لي بس نقطة حتى ما يمرق. حتى لو كان حامل جنسية فرنسية. نعم. في مدينة الحوار. شو بدك؟ أنا بدي حتى ما تمر عن الكلمة في كلمة كتير مهمة. مثل ما كنا عم نقول أدينت مسرحيته. أنا اللي أنا بعرف هالشي. أدينت مسرحيته بألمانيا لأنها اعتبرت معادية للسامية. بإسرائيل راحت انعرضت بتل أبيب المسرحية وهو لم يذهب. شو اللي عم تجرب تقوله فادي؟ شو اللي عم تجرب تقوله؟ أنا بس اللي بدي جرب عم تجرب تقول شيء. يعني حضرتك قلت فادي أنه أنا مني مدافع عن وجدي معوض ولكن عم تعطينا معطيات بتأدل أنه وجدي معوض لم يخطئ. تسمحي لي أطلع سؤال؟ لا لحظة، هذا الشيء أنا قلته من البداية. إذا أخطأ وجدي معوض فليحاسبه القانون اللبناني. أنا وكمثقفين كمثقفين كممثلين ما علينا نحاسب أو نطالب أحدا. ما عندكم مشكلة تتعاملوا مع شخص يروج إلى التطبيع حتى لو كنتم ممثلين ولا نحاكم. اسمحوا لي انتقل لعند الصحافي الزميل جاد غصن. كمان صار معه جاد حادث يعني مقابلة ويعني حاور المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي المعروف هذا المؤرخ بمناهضته للصهيونية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف أصلاً بإسرائيل. فهو مش معارض إسرائيلي هو مناهض للمشروع برمته ولكن جاد مثلاً من النقد. يحمل الجنسية الإسرائيلية؟ أنت إلك عليها إذا أنت حملت الجنسية اللبنانية؟ لا لا أنت مسؤول عن أفعالك. خليني أسمع رأي جاد. أهلا وسهلا فيك جاد بفوق 18. تفضل الكلمة لإلك. أهلا فيكم. لا شك النقاش بشيء من هالنوع بده يكون معه عواطف حامية بين كل الجهات. بالنسبة لإلي أنا الخيار كان ما كتير أخذ معي تفكير في شخص فعليا ندر حياته الأكاديمية لإنتاج مضمون بينقض شرعية قيام إسرائيل. وفعليا هو اللي قدر من شغله التاريخي يضوي على كثير من الجوانب اللي كثير من العرب ما كانوا يعرفوها عن المجازر الإسرائيلية التي ثُقبت عام 48 وما قبل 48. فأنا اليوم بلحظة تاريخية عم بيصير فيها عملية إبادة جماعية بفلسطين. ما بعرف شو الإفادة من معاداة شخص هو حليف طبيعي لأي شخص ضد هالفصل العنصري بإسرائيل. نعم. وحليف طبيعي لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة لبلده وتأسيس دولته مش بحل الدولتين بدولة واحدة فلسطينية. نعم. جاد قال لك سأل سيد حسين مرتضى بس قلت أنا أنه أنت عم تحاور إنسان هو مناهض للصهيونية. قال انه ولكنه يحمل دوك لانه معه باسبور اسرائيلي. تماما جاوب جاوب يعني السيد على هالنقطه. معلش يعني الواحد كمان يكون شوي عم بيقرا المشهد بشكل حقيقي. واحد مناهض للصهيونيه بهالطريقه حامل باسبور اسرائيلي بايده صاروا يجلدوه لجاد على السوشيال ميديا انه كيف بتقابل واحد معه باسبور اسرائيلي.